بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأعزائي أبنائي وبناتي طلاب ثانوية المناهج، ودرس جديد في الكيمياء الكهربية، الدرس رقم 2 في الوحدة الخامسة. احنا كنا بدأنا الحصة اللي فاتت بمفهوم الكيمياء الكهربية، وعرفنا إن هي عملية دراسة للأكسدة والاختزال اللي بتحول من خلالها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية أو العكس، وتعرفنا أيضا على أنواع الخلايا الكهروكيميائية. في نوعين من أنواع الخلايا الكهروكيميائية، في خلايا جرثومية وخلايا تحليلية. أخذنا الحصة السابقة حديث عن خلية جرثومية وكيفية توليد التيار الكهربي من خلالها، على أساس إن هي خلية تلقائية بيتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، وبسمها تفاعل أو اختزال، تفاعل أكسدة واختزال تلقائي. تمام. وأخذنا أيضا إن هي بتتركب من نصفين، زي ما أنت شايف، نصف أكسدة ونصف اختزال. نصف الأكسدة بتمثل في الأنود حيث تنطلق من الإلكترونات، نصف الاختزال يستقبل الإلكترونات الخرصين مثلا في محلول أيوناته، النحاس في محلول أيوناته، بتتصل المحاليل بقنطرة ملحية. قنطرة ملحية يعني بمعنى صح اختصرنا الكلام بأن القطب في إلكتروليته، والقطب في إلكتروليته ده بيمثل نصف الخلية. قلنا بدون القنطرة الملحية لا يمر التيار الكهربي، أو يمر فترة ويقف. إيه السبب؟ السبب في تراكم هنا أيونات الزد إن موجب 2، وهنا تراكم أيونات اس او 4 سالب 2. وعرفنا إن دور القنطرة الملحية استمرار مرور التيار الكهربي. كان في طلاب بيسألوني يا ترى القنطرة الملحية دي فاضية؟ لا، ما هيش فاضية، ده فيها محلول ملح إلكتروليت يعني موصل التيار زي كي سي ال، ومسدودة بالطرفين بقطن. ودي طبعا يا شباب عايز أعرفكم إن الشرايح المكتوبة دي يعتبر ملخص سبوري لك، اهتم بيه واستكمل دفتر الفصل اللي احنا تناولناه من قبل. طبعا أنا بضع قطن هنا عشان لما بضعها في المحاليل مقلوبة ممكن تنسكب في المحاليل، وبالتالي هيضيع المحلول الملحي، فيستمر مرور التيار الكهربي. أخذنا برضو إن أنا ممكن من خلال التفاعل الكيميائي ممكن أرسم الخلية الجلفانية زي ما أنت شايف، محاليل وهنا أقطاب كل واحد فيه أيوناته، ثم بتتصل بسلك من الخارج ومر بفولتميتر للاستدلال على مرور التيار الكهربي. تمام. هنا بتلاحظ بتلاحظ مرور الإلكترونات أو انتقال الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب، ده بيطلق عليه أنود وده بيطلق عليه كاثود. تمام. ده بيفقد وده بيكتسب، احنا سمينا هنا على أساس العملية، هنا بيفقد يعني مصدر الإلكترونات سميته سالب، وهنا بيكتسب يبقى بسميه قطب موجب على أساس استقبال الإلكترونات، ودي بتمثل خلية جلفانية. طبعا لو هتلاحظ إن ده هيتآكل بعد فترة وده هتزداد كتلته. تمام، زي ما بتشوف في التدريبات مصعد والمهبل. طيب النهارده هنتكلم على ازاي احسب جهد الخليه الكهروكيميائيه. قبل ما نبدا زي ما وعدتكم في الحصه السابقه، تعال نشوف تدريب في منتهى الاهميه في فيما درس. طبعا هو عاطيني شكل الخليه، الخليه ديت من خلال مضمونها هعرف ان هي عباره عن لها شروط معينه، عبارة عن صاقر خرسين موضوع في أيونات كبريتات خرسين، وساق النحاس موضوع في أيونات كبريتات النحاس، وتتصل المحاليل بقنطرة ملحية، يبقى مباشرة دي بسميها خلية جلفانية. ماشي. تنتقل الإلكترونات، احنا انا بوصف لك الشكل لسه ما جاوبتش دلوقتي، يبقى تنتقل الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب. يعني لما يسألني أول سؤال ما نوع الخلية، على طول مباشرة بقول له خلية جلفانية، خلية جلفانية. تمام. يبقى اذا دي خلية جلفانية على اساس ان هي حققت الشروط، القطب في ايوناته، القطب في ايوناته، تتصل المحاليل بقنطرة ملحية، تتصل الاقطاب بسلك من الخارج. تمام. ايه السؤال الثاني؟ الانود. اول ما يسألني الانود هناظر الالكترونات، الالكترونات طالعة منين؟ بتتجه من الخرسين نحو مين؟ النحاس. يبقى في الحالة ديت هقول له ان الانود زد ان. تمام.
الخرصين الأنون. طيب السؤال الثاني، ما هو الكاثود؟ الكاثود هنا بيستقبل الالكترونات اللي هو الايه؟ النحاس سي يو. سي يو ممتاز. طيب نصف الاكسده، طبعا الانود اللي هو الخرصين فقد الالكترونات وبتتجه نحو الايه؟ النحاس، وبالتالي هو بيحدث له عمليه ايه؟ اكسده. تعال نشوف بقى، يبقى نقول نصف الاكسده، هنقول ان زد ان تحول زد ان موجب 2 زائد 2e. تمام، زي ما قلت لك برضه لازم تكون انك انت تكتب معادله دقيقه. طيب الاختزال، الالكترونات اللي طلعت من الاسده بتروح فين؟ للايه؟ للنحاس. يبقى اذا سيو موجب 2 بتكتسب الاثنين الكترون عشان تتحول الى سيو، عشان تتحول الى سيو. تمام، برضه دي هتكون ايه؟ اكتساب. يبقى انت بتلاحظ هنا ايه؟ بتلاحظ ان الخرصين فقط يبقى نصف اكسده، والايونات النحاس اللي هي في المحلول اخذ الالكترونات اللي هي قادمه من الايه؟ الخرصين، وتحولت الى ذرات نحاس. طب عشان احسب التفاعل الكلي احذف ال 2e مع ال 2e. يبقى اذا هيكون عندنا زد ان المتفاعلات مع بعضها زائد سي يو موجب 2 يعطينا زد ان موجب 2 زائد سي يو. تمام، ده التفاعل ايه؟ الكلي. ده التفاعل الكلي. تمام، يبقى زد ان زائد سي يو موجب 2 بيتحول الى زد ان موجب 2 زائد سي يو. ده التفاعل ايه؟ الكلي. يبقى اذا الخليه الجرفانيه الانود زد ان، الكاثود سي يو، نصف الاكسده واضح، نصف الاختزال واضح، بحذف 2e مع 2e واجمع المعادلات الما قبل السهم مع بعضه وما بعد السهم مع بعض. الرمز الاصطلاحي، الرمز الاصطلاحي ده معناه ايه؟ معناه ان انا بأوصف التفاعل ده. طب اقول ان زد ان اتحول لزد ان موجب 2، يبقى هبدأ بيه، هبدأ بمين؟ بالقائد اللي هو بيفقد الالكترونات. يبقى اذا زد ان بيتحول الى زد ان موجب 2، زد ان موجب 2. تمام، وبعد كده بعمل قنطرة ملحية السي يو سي يو سي يو موجب 2 بيتحول الى سي يو. يبقى اذا هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان دي بتعبر عن التفاعل الكلي. يبقى لما يطلب مني رمز الخلية ما هو الا تفاعل كلي، بحيث ان الخرصين ده نصف الاسدة وده نصف الايه؟ الاختزال. وبالتالي هيمر التيار من الخرصين الى النحاس، من اول واحد الى اخر واحد، من طرف الى طرف. ده كان تدريب يتعلق بالدرس السابق، تدريب بالدرس السابق. طيب تعال نشوف موضوعنا النهارده، بيتكلم على كيفيه حساب جهد الخليه. يعني ايه السبب في ان التيار يمر بين الانود الى الكاثود؟ يبقى مطلوب مني اتعرف كيفيه تولد القوه الدفع الكهربيه اللي هتدفع الالكترونات من الانود الى الكاثود، كيفية تعيين جهد القطب باستخدام جهد القطب قياسي وهو الهيدروجين، وبعد كده احسب جهد الخلية من خلال تدريبات متنوعة. طبعا الخلايا الجرفانية والطاقة، بمعنى صح اني بلاحظ ان الشحنة الكهربية وهي الالكترونات تنتقل بين نقطتين من الانود الى الكاثود، وبالتالي هيكون هناك فرق في طاقة الوضع الكيميائية. النقطتين دول هما القطبين. تمام، طالما هناك فرق في طاقة الوضع الكيميائية بتنشأ ما يسمى بالقوة الدفع الكهربية، ماشي، دي اللي بتتسبب في دفع الالكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب. تمام، القوة الدفع الكهربية اللي بتدفع الالكترونات دي بسميها جهد الخلية. يبقى إذا جهد الخلية ما هو إلا قوة دفع كهربية ناشئة عن فرق في طاقة الوضع الكيميائية للقطبين. يبقى تاني، جهد الخلية ما هي إلا قوة دفع كهربية ناشئة عن فرق في طاقة الوضع الكيميائية بين نقطتين، طبعا بتقاس بالايه؟ الفولت. يبقى مهمتنا النهاردة نعين جهد القطب. تمام.
طيب ازاي هعين جهد القطب وانا ما اعرفش قيمته؟ قال لك هنا في الحاله دي بستخدم جهد قطب قياسي وهو الهيدروجين. الهيدروجين طبعا جهد قطبه بيساوي صفر، وليه تركيب معين. يعني انا بعمل خليه جرفانيه، ماشي، الخليه الجرفانيه نصفها قطب الهيدروجين اللي انت شايفه، تمام، عباره عن سلك من البلاتين وينتهي بشريحه من البلاتين، تمام، وبيمر في الاسطوانه، طبعا دي مغلقه عليه هي باستثناء فتحات جانبيه هنا. بيمر من هنا تيار هيدروجين، وطبعا بيخرج من هنا تيار هيدروجين مغموس في محلول مين؟ حمضي، لانه مصدر للاتش. يبقى هنا انا نفذت الشرط بتاع ايه هو؟ الماده في ايوناتها. الماده في ايوناتها. البلاتين من خواصه انه بيمتص الهيدروجين او بيستقبل الهيدروجين على سطحه، وبالتالي يعمل كقطب هيدروجين. طيب احنا ممكن نشوف كب قطب الهيدروجين من صفيحة رقيقة من البلاتين الأسفنجي أسود البلاتين تغمر زي ما انت شايف. هو عبارة عن محلول حمض الكبريتيك، ماشي، بضع شريحة من البلاتين هي أو سلك، وبينتهي بشريحة وبيمرر فيه الإيه؟ قطب الهيدروجين أو معنى صار الهيدروجين. الغازات اللي طالعة دي اسمه غاز الهيدروجين، دي بتمثل إيه؟ وتمثل نصف قطب، نصف القطب بتاعت مين؟ الهيدروجين. يعني بمعنى صح الغاز في ايوناته، الغاز في ايوناته. طيب لو احنا شفنا ده شكل الخلية جلفانية، خلية جلفانية بستخدم فيها قطب الهيدروجين زي ما انت شايف ده، ماشي، ومن خلاله اعين جهد القطب. يعني تعال نشوف كده، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلك من البلاتين بينتهي في شريحة من البلاتين، وهنا الأنبوبة ديت في هنا مدخل، طبعا مدخل الهيدروجين بيدخل الهيدروجين، وهنا مخرج للايه؟ الهيدروجين. يعني بمعنى صح بتمرر غازات الهيدروجين عبر شريحة من البلاتين. طيب هنا في أيونات زي ما أنت شايف، أيونات هيدروجين بتستقبل الإلكترونات. يعني أنا بمرر غاز الهيدروجين وهنا في الكترونات قادمه من قطب اخر. بيحصل ايه؟ بيحصل عمليتين، يعني الهيدروجين بيتأين وايونات الهيدروجين بتتحول الى غاز الهيدروجين مره اخرى. بمعنى صح الهيدروجين اللي انا بمرره بيفقد الكترونات، تمام، والايونات المتبقيه بتاخد الالكترونات اللي هي قادمه من الفلز الاخر اللي هو نصف القطب الاخر ويتحول الى غاز الهيدروجين، وبالتالي تستمر عملية تصاعد غاز الايه؟ الهيدروجين. طيب شوف الشكل امامك، انا بضع فلز الخرسين ونصف الهيدروجين زي ما انت شايف ده، وادي قنطرة ملحية. بلاحظ ايه؟ بلاحظ هنا ان الخرسين بيتأين زد ان موجب 2، والالكترونات تمر في السهم فبتديني قراءة اسمها ايه؟ جهد، فرق جهد الايه؟ الخالية. لاحظ ان جهد الهيدروجين دائما بصفر. اذا اي قيمه للفولتميتر هنا هتعبر عن جهد مين؟ القطب، تعبر عن جهد القطب اللي امامك. يبقى اذا ممكن انا باستخدام قطب الهيدروجين اعين جهود الاقطاب، وبالتالي بامكاني ان انا ايه؟ بامكاني ان انا اعمل متسلسله، اعمل ايه؟ متسلسله، ارتب العناصر بناء على جهود الاقطاب. يعني هيدروجين وادي النحاس مثلا 34 ايه من 100 فولت، يبقى جهد الاختزال هو مدى قابليه الماده لاكتساب الالكترونات. انا هرتب العناصر حسب قابليتها للاختزال، تمام، هرتب العناصر حسب قابليتها للاختزال وبناء على القيمه المعطى مع قطب الايه؟ الهيدروجين. يبقى تاني يا شباب درسنا النهارده ازاي اعين جهد الخليه، بحيث ان انا هستخدم الاول القيم المعطاه للاقطاب واشوف الفرق بينهم زي ما احنا هنشوف دلوقتي. شفنا انصاف دي كلها عباره عن عناصر، ودي انصاف تفاعلات كلها اختزال زي ما انت شايف اهو، اكتساب اكتساب، رتبناها حسب الاختزال حسب القيم، بس في واحد كبير وواحد صغير. فهنا هنا نفترض ان القيمه الاعلى هتكون اختزال والقيمة الأقل هتكون أكسدة. خدها قاعدة كده،
خطى قعنب. القيمة الأعلى أكسدة اختزال، والقيمة الأقل أكسدة. يبقى إيه؟ دايما القيمة الكبيرة اللي هي موجبة اختزال، والأقل اختزال إيه؟ أكسدة، عشان نديني خلية متكاملة ونعرف نعين جهدها. يبقى إحنا عيننا جهد الخلية، ومن خلاله باستخدام طبعا إيه الهيدروجين عملنا ترتيب للجهود. ثم هنتجه دلوقتي لإيه؟ إزاي نحسب جهد الخلية. معادلة بسيطة خالص، عملية طرح عادية خالص، بس أنا مهمتي أعرف مين الاختزال ومين الأكسدة. القانون بيقول إيه؟ إن جهد الخلية القياسي إي دوت بيساوي جهد الاختزال القياسي للاختزال ناقص جهد قطب الأكسدة، أو إي دوت سيل بيساوي إي دوت اختزال ناقص إي دوت أكسدة، أو إي سيل يساوي إي كاثود ناقص إي أنود. يعني ده القطب السالب وده القطب الايه الموجب. زي ما اتفقنا، القيمه الاعلى اختزال والقيمه الاقل اكسده. دي معادله ازاي احسب جهد الخليه. تمام. بس لازم تعرف برضو، لو القيمه موجبه هتديني خليه جفنيه، لو القيمه سالبه هتديني خليه تحليل ايه كهربي. نشوف التدريب ده. تمثل انصاف تفاعلات الاختزال الاتية نصفي خلية. طبعا هو عاطيني هنا نصفين اختزال، بس ما ينفعش طبعا خلية جلفانية اتنين اختزال، ولكن لابد يكون في واحد اسدة. تمام. ففي الحالة دي هنشوف هنا الجهود القيمة الاعلى خدها اختزال مباشرة، يبقى ده الصحيح. القيمة الاقل اكسدة، في الحالة دي مضطر ان انا ايه احولها الى اكسدة، بتحول الى اف اي. يعني هجلب يعني اف يتحول الى اف موجب 2 زائد 2 اي. تمام. يبقى اول خطوه لازم عينيك على الايه القيمه اللي الجهد. القيمه الاعلى اختزال والقيمه الاقل اكسده. فانا بغير صفه النصف ده، هغير صفه النصف. يعني ايه؟ احول اف اي بيتحول اف اي موجب 2 زائد 2 اي زي ما انت شايف ده. تمام. دول النصفين اللي ايه بالوضع الطبيعي للخليه المعطاه. طيب عاوز اشوف التفاعل الكلي، عشان يطلب مني التفاعل الكلي يبقى معناه بختصر ال 2 اي لازم الالكترونات المفقوده تساوي الالكترونات الايه المكتسبه. يبقى اذا ده التفاعل الايه الكلي. التفاعل الكلي فعلا لما اختصرت الالكترونات في الطرفين. جهد الخليه بقول اي كاثود ناس اي انود، او الاختزال اللي هو القيمة الاعلى ناقص الاكسدة اللي هو القيمة الاقل. فبقول نصف ناقص ناقص، يعني طبعا ايه زائد 4 من 10، يبقى يكون الناتج كام؟ 9 من 10 فولت. يبقى اذا يا شباب انا بختار القيمة الاعلى تبقى اختزال والقيمة الاقل اكسدة، بس مطلوب مني اعدل الفورم بتاع نصف التفاعل. الفورم بتاع نصف التفاعل بالالية دي اهي، احولها الى اكسدة فقط. طيب عاوز اشوف رمز الخليه، بقول له ان هو الايه الاف اي بيتحول الى اف اي موجب 2. تمام. والاي 2 بيتحول الى 2 اي سالب. الدبل سلاش دي بتمثل بالايه قنطره ملحيه، دبل سلاش. يبقى اذا ده تفاعل شامل للتفاعل الكلي او جهد الخليه او رمز الايه الخليه. ارجو الانتباه والتركيز يا شباب، الاستماع مرة أخرى أكثر من مرة وتدريب والاهتمام. طبعا إحنا عندنا في كتاب المدرسة صفحة 178، يا ريت نفتح الكتاب على صفحة 178 عشان نشوف طبيعة وآلية الأسئلة. لما أقول لي أكتب معادلة موزونة للتفاعل الخلية، أعطيني أنصاف. أنصاف اللي إيه؟ أدي نصف وأدي النصف الثاني. تمام. طيب قيم الجهود انا بعطيها لك في تدريب. طيب تعالى تابع معايا بقى. لما يقول لي مثلا اكتب معادله موزونه ثم احسب جهد الخليه الانصاف التاليه وبنوع الخليه، الاثنين اختزال، ما ينفعش، لازم واحد اختزال واحد ايه اكسده.
فانا هاخد القيمة الاعلى مباشرة، هتكون عندي اختزال. لا تمام، يبقى دي هنجيلها زي ما هي، يبقى دي كلها مظبوطة. يبقى في الحل بتاعنا الايه، هدي اختزال. تمام، طيب القيمة الأقل أكسدة، إحنا عرفنا كده خلاص. يبقى إذا دي طبيعة الاختزال أو طبيعة نصف الاختزال، لازم إن أنا أحولها إلى إيه؟ أكسدة. يعني بمعنى أصح الإس إن، الإس إن هتتحول إلى الإس إن موجب 2 زائد 2 إي. ده الوضع الطبيعي لإيه؟ لنصف الأكسدة. تمام، طبعا دقة كتابة المعادلة مطلوبة. أصبح عندي النصفين، نصف الاختزال ونصف الإيه الأكسدة. طيب أنا بمنتهى البساطة عشان أحول للمعادلة الكلية، خلاص أنا هحذف 2E وال 2E عشان تديني إيه؟ تديني معادلة شاملة بتقول ايه؟ بتقول اس ان، الاس ان زائد البي تي، البي تي موجب 2 هيتحول الى اس ان، اس ان موجب 2 زائد زائد البي تي. تمام، يبقى اذا هنا طبعا دي ايه؟ اس، بنفس الاليه اللي احنا اتدربنا عليها، انا بنكتب معاكم وانت بتكتب مثلا دي. اذا ده التفاعل الكلي، التفاعل الكلي. تمام، يبقى نشوف السؤال طالب ايه تاني. اكسب معادله موزونه، احسب جهد الخليه. يبقى جهد الخليه بيساوي ايه؟ الأعلى ناقص الأقل، يبقى 1.2 ناقص 13%. يبقى هنقول هنا اهو جذور الخلية قال له إيه يساوي 1.2 ناقص، طبعا ناقص ناقص كام؟ 13%. هنسكر القوس، يساوي كام؟ يعني بمعنى صح 1.2 زائد 13%، 1.2 زائد 13% يساوي 1.3 فولت. ده جهد الايه الخليه. يبقى اذا من خلال المعطيات هطلع الحل، القيمه الاعلى اختزال والقيمه الاقل ايه اكسده. طيب طيب قول احسب جهد الخليه للتفاعل التالي. ده مباشره اهو، انا في الحاله دي يا ترى همشي باي مبدا؟ فبقول له هنا هو الاس ان اتحول الى اس ان موجب 2 فحصل له اكسده، سي يو موجب 2 اتحول الى سي يو طيب حصل له اختزال. الطريقه الثانيه اخذ القيمه الاعلى اللي هي سي يو اختزال والقيمه الاقل اكسده، يبقى كلاهما يؤدي الى نفس الحال. يبقى نقول اي يساوي 34% ناقص 13 يساوي، هنحسبها بالآلة الحاسبة، هنقول 34% ناقص 13% بيساوي
21 100 فولت. يبقى اذا دي اسئله سهله، ما فيش صعوبه. بناء على ايه؟ بناء على القيمه. يعني من هنا هتقول اكسده او تقول ده اختزال. لا، يبقى اذا ايه؟ القيمه الاعلى اختزال والقيمه الاقل اكسده، وبالتالي بتطلع الايه؟ قيمه الايه؟ جهد الخليه. طبعا قيمه موجبه هقول له ايه؟ جلفانيه. جلفانيه، تمام؟ جلفانيه. يبقى احنا اخذنا تدريبين اهوت. تدريب بيطلب مني المعادله الموزونه، نوع الخليه وجهد الخليه، طبعا قيمه موجبه برضه بسميها خليه ايه؟ جلفانيه، او بالطريقه الثانيه اللي تديني معادله وانت تستنبط من خلالها مين الاكسده ومين الاختزال زي ما اتضربنا. اذا احنا وصلنا للنهايه وحلينا تدريب شامل. مطلوب مننا ان شاء الله في الحصه القادمه يا ريت نشوف اللي هي صفحه 178، صفحه 178 الواجبات المطلوبه علينا، التمرين رقم 2 والتمرين رقم 6. ان شاء الله الحصه القادمه بنبدا بيها باذن الله. اتمنى الاهتمام، اتمنى الاهتمام، وارجو التوفيق للجميع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.